أهلا ومرحبا بكم أحبائي، لقد اشتقت إليكم كثيرا. اليوم سوف نشرح درسا جديدا وهو الفعل المضارع المرفوع والمبني والأفعال الخمسة. لدرس اليوم هدفان: أولا أن نتعرف إلى مفهوم الفعل المضارع وعلامات رفعه، ثانيا أن نتعرف إلى الأفعال الخمسة. ما هو الفعل المضارع؟ الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حدوث عمل أو حالة أو حدث في الزمن الحاضر أو المستقبل. مثال: يلعب. متى يلعب؟ الآن في الوقت الحاضر. سيكتب فرضه أو سوف يكتب فرضه. متى سيكتب فرضه؟ في المستقبل، إذن ليس الآن، سوف يكتب الفرض. والآن الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ هي أفعال مضارعة اتصلت بها أو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. كيف يأتي الفعل المضارع؟ يأتي هنا الفعل المضارع مرفوعا. من يعرف ما هي علامات رفع الفعل المضارع؟ هيا بنا نستنتج معا علامات رفع الفعل المضارع من خلال ملاحظاتنا للأمثلة الآتية: أولا يلعب، يقطف. ما هي الحركة الظاهرة هنا؟ الضمة. لماذا؟ لأن الفعل صحيح الآخر. ثانيا يمشي، يدنو، يسعى. ما هي الحركة التي لم تظهر هنا؟ الضمة، وتسمى الضمة المقدرة إذا كانت على الألف للتعذر، وإذا كانت على الواو والياء للثقل لأنه معتل الآخر. ثالثا يدرسان، تدرسين. ما هي العلامة هنا؟ ثبوت النون. لماذا؟ لأن الفعل هنا من الأفعال الخمسة. والآن ما هي الأفعال الخمسة؟ هيا بنا نتعرف إلى صياغة الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. مثلا الفعل يلعب، أصبحت معهما يلعبان، ومع أنتما تلعبان، اتصلت به ألف الاثنين. معهم يلعبون، مع أنتم تلعبون، اتصلت به واو الجماعة. مع أنت تلعبين. والآن حان دوركم في التطبيق.